بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة في الميكانية التحليلي للمرحلة الثانية كلية علوم جامعة بغداد قسم الفيزياء. وصلنا إلى الموضوع اللي يتخصص في مركز الكتلة والزخم الخطي. هذا الفصل عنوانه Dynamics of System of Particles. عندنا بشكل عام الموضوع يتحدث عن Center of Mass اللي هو مركز الكتلة and Linear Momentum of System والزخم الخطي للنظام. إذا كان عندي مجموعة من الأجسام كتلها عددها طبعا N وكتلها M1, M2, M3 إلى حد M sub N وإلها كل نقطة إلها موقع position vector أو متجه موقع، ومتجه الموقع إحنا عرفناه بالمحاضرات السابقة، قلنا هو المتجه الذي يبدأ from the origin من نقطة الأصل O وينتهي نهايته إلى نقطة اللي موجود بها الجسيم M. فإذا رسمنا المتجه الموقع position vector للكتلة MI من نقطة الأوريجين إلى هذا الجسيم رمزنا له RI، هذا position vector المن للكتلة MI. I طبعا إذا واحد فهي position vector ل M1 وهكذا لباقي الجسيمات. والcenter of mass وكأنما هذه الكتل كلها متجمعة، كتلتها متجمعة أو متمركزة بنقطة تسمى نقطة مركز الكتلة أو center of mass. والposition vector للcenter of mass لمركز الكتلة راح نرمز له R sub C M، C center والM mass، إذن هي R C M R C center of mass. أوكي. إذن صار عندي two position vectors. الآن ال R C M ممكن أن RCM ممكن أن يوجد بالمعادلة التالية: النسبة بين M1 R1 position vector، قلنا هذا هو R1، M2 R2 plus M3 R3 وهكذا إلى حد MN R sub N على M1 plus, 2, plus M2 plus M3 إلى حد M sub N. النسبة بين هذا البسط والمقام يمثل لي البوزيشن فيكتور للسنتر اوف ماس. اذا نلاحظ هذا البسط هو سميشن لمجموعة من القيم. سميشن لمن؟ سميشن فروم اي ام اي ار اي، يعني M1 R1 plus M2 R2. اذا هو هذا كله هو سميشن. على سميشن اخر لام M1 زائد M2 زائد MN، وهذا كله ممكن نرمز له ب M واحدة وهي كتلة الجسم الكلية وهي total mass of the system، لأن بالحقيقة هو هذا ومو يعني كأنما مجموعة من الأجسام مبعثرة وأني أخذ center of mass مالتها وكل جسم من هاي الأجسام مبعثرة يتحرك كيف ما يشاء، لا، وإنما هذا هو جسم كامل لكنه غير منتظم الشكل. إذا كان الجسم غير منتظم الشكل، وحتى إذا كان منتظم ممكن أعتبر الكتلة مالته متمركزة في السنتر. يعني إذا تتذكرون بالمحاضرات السابقة من أخذنا قانون الجذب العام، كنا نقول كل كتلتين في الكون تجذب إحداهما الأخرى بقوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسياً مع مربع البعد بين مركزي ثقليهما. من كنا ناخذ جسم موجود على سطح الأرض ونطبق عليه قانون الجذب العام، ثابت الجذب اللي هو كابتل لتر جي مضروب في كابتل لتر ام اللي هو رمزنا له ام اي يعني ايرث ماس اوف ذا ايرث، مضروبه بمن؟ ب ام سمول لتر ام كتله الجسم على مربع نصف قطر الأرض. اذا اخذنا المسافه بين هذا الجسم والأرض أخذناها نصف قطر الأرض، أي أنه اعتبرنا كتلة الأرض وكأنما متمركزة في مركزها بالسنتر مالتها.
لذلك أني أخذ أي جسم أعتبره عبارة عن مجموعة من الجسيمات إذا كان غير منتظم وكأنما كتلته جميعها متمركزة بنقطة واحدة تدعى مركز الكتلة. إذن position vector of center of mass ممكن نحسبه من هذه المعادلة، وطالما position vector موجود بالسبيس أو بالفضاء إذن له ثلاث مركبات، المركبة باتجاه محور X والمركبة باتجاه محور Y والمركبة باتجاه محور Z، ولها نفس القيم عدا أنه مكان الـ RI يصير XI ومكان الـ R يصير YI وZI. هذا ما يخص البوزيشن فيكتور للسنتر اوف ماس. اما ما يخص الزخم الخطي، احنا نعرف الزخم الخطي هو فيكتور البي، هو فيكتور وهو مجموع المن مجموع للزخوم الخطيه للبارتيكلز او الجسيمات اللي قلنا يتكون منها وكانه يتكون منها الجسم الكلي او الماس الكليه الكتله الكليه. إذن الزخم الخطي هو مجموع زخوم للجسيمات، هذا summation of pi، ويساوي اللي احنا نعرف الزخم الخطي هو حصل ضرب الكتلة في السرعة m في v. إذن للجسيم الأول m1 والv هي v1، وإذا أخذنا summation رح يصير mi vi. السميشن لـ mi هو small letter m وهو كتلة المنظومة بكاملها، والسرعة v راح تعتبر سرعة center of mass، حتى يكون الكلام الـ p أو الـ linear momentum هو للمنظومة ككل. وإذا أخذنا هذه الجسيمات وقلنا هنالك قوى خارجية تؤثر على هذه الجسيمات هي F1, F2, Fi إلى حد Fn، هذه تأثر على هذه الجسيمات، وأكو قوى داخلية أيضا تأثر من جسم إلى آخر. يعني من جسم إلى آخر إيش نقصد؟ إحنا قلنا هذا النظام مجموعة من البارتيكلز أو الجسيمات الصغيرة اعتبرناها، فإذا الجسيم الأول نرمز له I والجسيم الثاني نرمز له J، فمن نكتب Fij هذا دلالة أنه القوة التي يؤثر بها الجسيم J على الجسيم I، الجسيم J على الجسيم I، قوة الجذب اللي يؤثر بها الجسيم J على الجسيم I، وهي طبعا تساوي القوة اللي يؤثر بها I على J لكنها بالماينس يعني بالاتجاه المعاكس، لذلك راح تكون المحصلة مالتهم هي تساوي لي صفر، لأنه بقانون الجذب العام واضح الكلام مال القانون يقول كتلتين في الكون كل كتلتين في الكون تجذب إحداهما الأخرى، ما قال الكرة الكبيرة أو الجسم الكبير هو اللي يجذب الجسم الصغير، ما حدد أي جسم يجذب بمن يأثر على قوة على من، قال كل كتلتين في الكون تجذب إحداهما الأخرى بقوة تتناسب هذه القوى مع حصل ضرب الكتلتين وعكسيا مع مربع البعد بين مركزي ثقليهما. إذن الـ Fij هي القوة اللي أثر بها الجسيم J على الجسيم I، وبالعكس أيضا أكو قوة تبادلية أخرى الجسيم I يؤثر على J، وهما اثنيناتهم متساوين لكنهما عكس الإشارة، لذلك ممكن أن نحذف إحنا القوى الداخلية هذه بين هذه الجسيمات ويبقى عندي فقط القوى الاكسترنال اللي هي القوى الخارجية اللي ممكن أيضا نطبق عليها قانون قوانين نيوتن في الحركة. الآن هذه Fi هي القوى الخارجية زائد مجموع القوى الداخلية يساوي لي من قانون نيوتن الكتلة في التعجيل Mi Ri دبل دوت، وهو يساوي لي مشتقة الزخم، وهذا واضح القوة تساوي لي مشتقة الزخم. وبعد ما عرفنا بأنه القوة الداخلية هي كلها تلغى لأن تساوي لي صفر مجموع القوى الداخلية فيما بيناتهم، تبقى عندي فقط القوى الخارجية، وهي مجموع تأثير القوى الخارجية راح ينطيني مشتقة الزخم للسنتر أوف ماس.
مشتقة الزخم للسنتر اوف ماس، لان هي تساوي القوى الخارجية سميشن من سميشن ام في اي، والاي الاي هو التعجيل ار دبل دوت. اذا هي مجموع اللي سميشن لام اي ار اي دبل دوت، هذا حسب قانون نيوتن وهذه واضحة ايضا. لذلك قلنا احنا قبل قليل بانه القوى الداخلية فانش او تروح تساوي لي صفر، تبقى فقط القوى الخارجية. إذن بشكل عام تعجيل مركز الكتلة لمنظومة هو نفس تعجيل جسيم وكأنما منفرد، كتلته تساوي كتلة المنظومة وتحت تأثير مجموع القوى الخارجية فقط. تعجيل مركز الكتلة center of mass، الأي center of mass هو نفس تعجيل كأنما جسم منفرد كتلته تساوي كتلة المنظومة بكاملها. هذا يفد مثال بسيط حتى نفتهم أو نفهم شلون نطبق هذه العلاقة. عندنا باليستيك ميسايل أو صاروخ باليستي كتلته M منطيها بالسؤال انشطر إلى ثلاث قطع، كتلة كل منهما ثلث الكتلة الأصلية، يعني M over 3 ثلث الكتلة الأصلية. وحدة من هذه القطع الثلاثة استمر بالحركة بسرعة ابتدائية تساوي نصف سرعة انطلاق الصاروخ الابتدائية. إذا فرضنا انطلاق الصاروخ سرعة الابتدائية هو V not، إذن وحدة من ذن القطع الثلاثة اللي كانت نتيجة انشطار هذا الصاروخ انطلقت بسرعة تساوي لي نصف V not. البارتكلين البقين أو القسمين الآخرين جسيمين الآخرين نتجوا من الانشطار لهذا الصاروخ لهم نفس السرعة، بالسؤال دي يقول لهم نفس السرعة، يعني V1 و V2 equal each other، V1 يساوي V2، وكانت الزاوية بيناتهم أثناء انشطارهم بعد انشطارهم تساوي لي 90 درجة قائمة. هذه ظروف المثال أو السؤال. الآن المطلوب احسب السرعة الابتدائية V0 المن بالقسمين الآخرين بدلالة V0 مال الصاروخ الأصلي الأول، يريد V2 و V3 V1 و V2 لجسيمين الآخرين بدلالة V0. إذن احنا حتى نحل هذا السؤال عند لحظة الانشطار نقدر نطبق قانون خفض الزخم الخطي لهذا المثال. راح يكون عندي MV center of mass، هذا الزخم الخطي للكل للمنظومة ككل، يساوي لي MV not لأنه للجسم أو الصاروخ بعد ما منشطر، هذا كأنما قبل الانشطار. الآن بما أنه قانون حفظ الزخم فالزخم قبل العملية يساوي للزخم بعد العملية يعني بعد الانشطار أقصد، فشي يساوي لي MV not؟ يساوي لي ثلث M هاي كتلة الجزء الأول في V1 زائد ثلث M كتلة الجزء الثاني V2 زائد ثلث M كتلة الجزء الثالث V3. هاي للقطع الثلاثة لأن قال كل واحد كتلته تساوي ثلث الكتلة الأصلية مال الصاروخ، إذن هذه 1 over 3 M كتلة كل منهما V1 V2 V3، هذه السرعة الأجسام الثلاثة. V1 السرعة الأولى هو قال نصف V0، V0 السرعة الابتدائية مال الصاروخ. V2 و V3 متساويات زائد بيناتهم 90 درجة، إذا الدت برودكت of them equal to zero، ضرب العددي ل V2 و V3 يساوي صفر لأن الزاوية قائمة، وكوساين زيرو 90 يساوي لي زيرو لأنه الدت برودكت يساوي لي القيمة الأول متجه الأول في القيمة المتجه الثاني في كوساين الزاوية بينهما، ودي يقول هما قائمة بينهما يعني 90 درجة، وكوساين 90 equal to 0. V2 يساوي لي V3. إذن from the first we get on cancellation of the M's، إذا كنسلنا الM من جميع الأطراف يعني قسمنا على M كل الأطراف راح يبقى عندي المعادلة بالشكل التالي. راح يكون عندي 3 V0 يساوي لي نصف V0 زائد V2 زائد V3. أوكي شو يساوي لنا هذا؟ طبعا يساوي لنا طبعا وراء ما كانت هاي كلها ضربها في ثلاثة، طبعا يعني راح يصير عندي V0 تساوي ثلث V1 زائد ثلث V2 زائد ثلث V3،
ومن أطبق مكان V1 نصب V0 وأضرب في 3 كل الأطراف راح ينتج عندي المعادلة التالية. راح تكون عندي المعادلة بهذا الشكل. الآن حتى نوجد V2 و V3 بدلالة V0، وكأنما هسه هذا السؤال اللي هنا تقريبا انتهى، لأن يقول V2 تساوي V3، فأقدر أشيل هاي V3 أخلي V2، وهنا يصير عندي 2V2 2V2 يساوي لي 5 على 2 V0، وأضرب في 2 وأقسم على 5 أو أقسم على 2 الطرفين آسف، حتى يطلع V2 تساوي لي 5 على 4 V0 وهي تساوي لي V3، إذا V3 أيضا 5 على 4 V0. إذا ممكن أن نقدر نلقى كل واحدة من دولة ايش قد قيمتها بدلالة V0. لكن إذا أخذنا الضرب العددي لطرفي المعادلة، الضرب العددي 5 على 2 V0 دات 5 على 2 V0 يصير 25 على 4 V0 سكوير، وذول مجموعهم أيضا دات مجموعهم يطلع عندي معادلة بهذا الشكل، وهي تساوي لي 2 V2 سكوير، لأن هذا الدات تساوي لنا 0، 2 V2 سكوير، وأيضا نقدر نقسم على 2 وناخذ الجذر التربيعي يطلع عندي قيمة V2 كقيمة نهائية بهذه الشكل. الآن عندنا الزخم الزاوي Angular Momentum والطاقة الحركية Kinetic Energy للسيستم أو لهذا النظام. الزخم الزاوي للنظام اللي يتكون قلنا من مجموعة من الجسيمات ممكن نعبر عنه بمجموع الاتجاهي المن للار اي كروس بي اي، وطبعا معروف الانجولر مومنتوم هو ار كروس بي، ار بوزيشن فيكتور كروس بي اللي هو اللينير مومنتوم. اذا ار كروس بي للجسيم الاول، ار كروس بي للجسيم الثاني مجموعهم طبعا راح يعطيني سميشن فروم اي ايكوال تو 1 تو ان اللي هو عدد الجسيمات، وبالتالي إذا عوضنا مكان اللينير مومنتوم البي تساوي لي ام في في، ومع الانتباه لي ام من وفي لمن لأنه سميشن عندي، إذا ام اي وفي اي، والار بوزيشن فيكتور إذا ار اي، وأكمل السميشن راح يطلع عندي بالشكل اللي ممكن أن نشوفه أمامكم. طبعا هاي المعادله نفسها هذه تماما، عدا انه مكان الزخم الخطي كتبنا ام في في، ولو اشتقينا هذا الزخم الزاوي دي ال دي تي اللي بعدين راح ينطيني طبعا التورك او العزم، يساوي لي سميشن فروم اي ايكوال 1 تو ان للفي اي كروس ام اي في اي، للفي اي كروس ام اي VI زائد summation آخر RI cross MI AI اللي هو التعجيل. هذه إذا أخذنا مشتقة الزخم الزاوي، طبعا لأنه هو cross product، يعني كأنما إذا أريد نشرحها كرياضيات مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول، مشتقة الآي هي مشتقة الآر اللي هي الإزاحة هو في سرعة، وهذا الثاني بقى، والثاني الآر آي بقت، ومشتقة الأم في تصير أم أي، لأن مشتقة السرعة في تساوي لتعجيل. The first term اللي هو هذا الحد on the right vanish because ليش؟ لأنه في كروس في يساوي لي صفر، أي متجه كروس نفس المتجه يطلع عندي زيرو. ليش؟ لأن كروس برودكت هو قيمة الأول في قيمة الثاني في ساين الزاوية الموجودة بينهما، وإذا كان نفس المتجه فالزاوية بينهما صفر، يعتبرون متوازين، وساين زيرو إيكوال تو زيرو معناته لأنه كروس برودكت في وفي، فراح يصير عندي الحد الأول صفر، معناته دي ال دي تي يساوي لي فقط هذا المقدار اللي هو R كروس M في A، والM في A كتلة في التعجيل بقانون نيوتن هو قوة F، والقوة في ذراعها ينطيني عزم اللي هو احنا نقول عليه تورك. إذن مشتقة الزخم الزاوي الأنجولر مومنتم تساوي لي الN كابتل لتر N أو ما نسميه بالتورك. هذه نفس المعادلات بعد ما نشتقها
ونطلعها بشكل نهائي ونطبق القوى اللي تؤثر كل جسم على الجسم الآخر، يصفى عندي آخر شيء بإيجاد قيمة الأنجولر مومنتوم اللي هي الـ L. طبعاً بعد ما نعرف بأنه هذه المتجهات اللي موجودة، لو نرجع فقط على هذا الرسم ونوضحها شوية، عندي هذا الجسم I جسم معين وهذا الجسم J، وقلنا أكو قوى داخلية تؤثر من جسيم إلى آخر وفق قانون الجذب العام. هذه الزيرو اللي هي الأوريجين، هذا بوزيشن فيكتور لجسيم I R I، هذا بوزيشن فيكتور لجسيم J بالنسبة للأوريجين، وهذا الـ R I J وهو البوزيشن فيكتور لـ M J نسبة إلى M I. طبعا اذا هذا الفكتور الاول ومن نهايته مرسوم فكتور اخر، معناته هذا الفكتور الاصلي هو حاصل الجمع الجبري او الجمع الاتجاهي لذول المتجهين. اذا ار جي تساوي لي ار اي زائدا ار اي جي، ما معناه ار اي جي يساوي لي ار اي ار جي ناقص ار اي، وهذه كلها كفكترات. ومثل ما قلنا اف اي جي يساوي لي ماينس اف جي اي. إذن ممكن المعادلة السابقة ممكن للأنجولر مومنتوم الـ L يصير بالشكل التالي. وبعد ما نصفي هذه المعادلات راح يطلع عندي التورك اللي هو الـ N مثل ما قلنا عليه DL DT، وهو المشتقة الزمنية أو مشتقة الزخم الزاوي بالنسبة إلى الزمن، راح ينطيني ار اي كروس اف اي، لان اف اي كانت ام اي في اي اي التعجيل، وقلنا ام في اي وفق قانون نيوتن هو يساوي لي القوه، والقوه في ذراعها ينطيني التورك او العزم. بشكل عام بانه معدل الزخم الزاوي للنظام هو يساوي لي the total moment of all the external forces acting on the system. يعني ما معنى التغير الزمني للزخم الزاوي يساوي لي تأثير القوى أو عزم القوى المؤثرة على هذا الجسم أو المنظومة هذه السيستم كله. وإذا كان هذا المنظومة أو هذه المنظومة معزولة راح يكون العزم n equal to zero and the angular momentum remains constant. بالتأكيد لأنه أي قيمة ثابتة مشتقتها تساوي صفر، فالنظام المعزول من يكون العزم الكلي يساوي صفر، ما معناه هذه القيمة الـ L هي تساوي لي constant vector أو كقيمة ثابتة اللي هذه هي تساوي لي R cross M في V. The angular momentum will now expressed in terms of the motion of the center of mass. إذن ممكن أن إحنا أن نعبر عن الزخم الزاوي بدلالة بوجود أو بالتطرق إلى center of mass مركز الكتلة كما بالشكل التالي. لو كان عندي هذا جسيم MI و center of mass موجود في هذا المكان مركز الكتلة، إذن the position vectors of the center of mass and the particle MI هم بالرسم التالي. هذا the position vector مع center of mass RCM، وال RI هو مع MI بالنسبة للأوريجين، وهذا RI داش، هذا داش نسبة إلى أنه هذا الجسيم ده أتكلم عنه نسبة إلى center of mass، فهذه الداش أينما وجدت من هذه الشريحة فما فوق، حتى بالفصل القادم أيضا من راح نشرح المواضيع الأخرى أيضا هذه الداش من راح تشوفوها موجودة على أي متغير كانت، سواء كانت إزاحة أو سرعة أو تعجيل، فهذه تخص حركة الجسيم هذا وفقا إلى مركز الكتلة أو نظام مركز الكتلة. إذن من هذا الرسم RI هو مجموع جبري لـ RCM و RI داش، وكذلك الـ V VI أيضا V center of mass زائدا VI. طبعا الـ V center of mass هي قلنا سرعة مركز الكتلة،
وVi داش قلنا the velocity of particle i relative نسبة إلى مركز الكتلة. قيمة الـ angular momentum الL من المعادلات السابقة يساوي لي أيضا summation RCM زائدا RI. ليش؟ لأن هذا كله يساوي لي RI، هاي RI داش طبعا. احنا قلنا قبل شوي المجموع الجبري لـ RI هو يساوي لي RCM زائدا RI، وكذلك الـ V أيضا الـ VI هي VCM زائدا الـ VI داش. هاي قلناها أيضا من الرسم السابق، هاي شوفوها. الـ RI يساوي لي RCM زائدا RI داش، والـ VI أيضا. لذلك من أجي ألقى الـ angular momentum الـ L عوض مكان الـ RI بما يساوي وفق الرسم اللي راح، ومكان الـ VI بما يساوي أيضا وفق الرسم اللي راح. وبعد ما نصفي هذا الضرب الاتجاهي ممكن أيضا أن نوجد، ومع الانتباه طبعا لقيمة الـ RI والـ VI، ممكن أن نوجد كصيغة نهائية للـ angular momentum L يساوي لي RCM cross MI VCM، يعني position vector لcenter of mass cross MI V center of mass زائدا summation لRI زائدا MI VI. اوكي، هذا القيمه النهائيه للـ angular momentum. الان هذا سؤال هوم ورك، هذا ممكن انتم ايضا تجاوبوه. نيجي نتكلم عن الكاينتيك انرجي اوف ا سيستم، اللي هو الطاقه الحركيه للنظام بشكل عام. الطاقه الحركيه تساوي نصف ام في سكوير، نصف ام في سكوير.